يعني فيك تقول كل شيء في حياتي مربوط بكرة القدم. أنا بلعب مركزين، بلعب وسط صانع ألعاب، بلعب جناح أيسر. علمك شوط الكرة على المرمى بقوة، طريقة سهلة كثير تتابع مع الشباب. في عالم بتحبنا كثير لأنه بلعب كرة قدم، مشهور شوي على التيك توك، في عالم بتعرفني ومثلا رحت من أول امبارح كان عندي مباراة بالسحارة، عم بلعب هنيك ما شفت إلا واحد صح لي قال بس زكاتك شوي، قلت له أيوه إيش في؟ قال لي أنت في إشارة تيك توك؟ قلت له إيه، قال بالله عليك بس اقعد معنا شوي. فلما شفت في متابعين وعالم تحكيني حلبي حلبي وانت العب واحد جاي، شعور حلو كثير صراحه. يعني كره القدم حتى الحياه تتغير. صعب كثير هون، ما في انديه تمرينات مع فريق كامل، صعب انك تلاقي فريق تلعب تتمرن تمارين معه. يعني دائما انا بتمرن تمرينات فردية، هذا اكبر عائق الي. هدفي انه شي شخص يشوفني يعرف اني لاعب كرة قدم بهيك مكان، يحاولوا يطالعوني من هذا المكان واني نمي موهبتي واطلع للعالمية. هذا هدفي اني العب في اوروبا. بس انت لاعب كرة قدم ما لازم شيء يعيقك، انت عندك حلم بدك توصل له، حتى لو اي ايش ما كانت الظروف بدك توصل لحلمك، حتى لو كان نزوح، لو حتى لو بخيمة، حتى لو تحت عازل.